تعالوا بس نروح دلوقتي لملف مختلف حبتين، وهنتكلم عن رياضه القوس والسهم. ودي من الرياضات اللي احنا الحقيقه ماشيين فيها بخطوات ثابته جدا نحو التاهل للاولمبياد. امبارح حقق يوسف طلبه لاعب منتخب مصر للقوس والسهم الرقم المؤهل لاولمبياد باريس خلال مشاركته في بطوله السهم الذهبي المقامه حاليا. كمان حقق شريف اشرف الرقم المؤهل للاولمبياد زي عدد من اللاعبين الاخرين اللي سبقوهم قبل كده، ومنهم علي عبد البر وندى عزام ورانا ممدوح خلال مشاركتهم في البطوله العربيه اللي اقيمت مؤخرا في المملكه السعوديه. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل، وايه هي الفرق او ايه هي الفروقات بين الرقم المؤهل والتاهل رسميا لاي دوره اولمبيه. احنا معانا على التليفون الاستاذه ريهام سويلم عضو مجلس اداره القوس والسهم. استاذه ريهام صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم واهلا بيكي. اهلا بيكي. بدايه كده عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه الرقم المؤهل للاولمبياد، وايه الفرق بينه وبين التاهل المباشر لاي دوره اولمبيه، وايه اللي بيبقى متبقي له او ايه اللي فاضل له عشان التاهل يكون رسمي فعلا؟ احنا كلعبه القوس والسهم بتبقى لعبه رقميه، يعني احنا بنعتمد على تحقيق الارقام بالتحديد علشان رقم معين نقدر من خلاله نتاهل. يعني الاتحاد الدولي عامل رقم معين انت المفروض كلاعب لو انت بتلعب تجيبه او تحرزه في بطولة معينة مؤهلة. لو أحرزت الرقم ده في بطولة مش مؤهلة بس مسجلة في الاتحاد الدولي فأنت كده بتأهل نفسك أو تاخد خطوة يعني أن أنت تدخل على بطولة مؤهلة لو جبت فيها مكان أول أو تاني، يعني مركز أول يعني خدت فزت بالميدالية الذهبية أو الميدالية الفضية هتقدر أن أنت تروح الأولمبياد. فهم احرزوا كل الارقام دي، احنا زي ما ذكرت الاسماء اربع ولاد ثلاث بنات احرزوا الرقم المؤهل اللي هو 110 بنات 140 للولاد احرزوهم. ده عدد من النقاط كلهم جابوهم الحمد لله في بطولات عربيه وبطولات دوليه، ولكن البطولات دي مش هي البطولات اللي هتخلينا او مش البطوله المؤهله للاولمبياد. البطوله المؤهله للاولمبياد بتبقى بطوله افريقيه دي اللي احنا ان شاء الله مسافرينها يوم الخميس الجاي، عاملين كمنتخب مصر للرجال والسيدات معسكر في تونس الاول، معسكر الاول يعني هنقعد شويه كام يوم وبعد كده ان شاء الله هنبتدي البطوله في تونس يوم 6، دي البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد. باذن الله لعبتنا اذا احرزت الميداليه الذهبيه كرجال كمنتخب يعني او كرجال او كسيدات ان شاء الله باذن الله يبقى كده احنا تاهلنا كاملا للاولمبياد ونقدر نروح. بس احنا عندنا كوتا طبعا، يعني لينا احنا رقم محدد ولد وبنت فقط، يعني حتى لو احنا جبنا كلنا الرجال ذهب والسيدات ذهب والبنت ذهب احنا لينا احنا نروح ولد واحد بس وبنت واحده بس مهما كان عدد الذهبيات اللي احنا احرزناها. دي كوتا المصري يعني، دي مش في ايدينا يعني. فان شاء الله باذن الله البطوله القادمه هي البطوله المؤهله اللي احنا بنستعد ليها بقى لنا مده كبيره جدا ان شاء الله نوصل للاولمبياد بعد احرازنا الارقام المؤهله اللي بتتاهلنا. خلاص كده احنا مرتاحين نلعب بقى باذن الله على المراكز. رائع جدا. طيب استاذه ريهام عندي سؤال بعد اذنك وعايزه برضو يعني تفاصيل شويه حوله. طبعا احنا قبل ما نتكلم عن اي بطوله كبيره وطبعا اولمبياد باريس لازم يكون في معسكرات سواء داخليا او خارجيا، مش كل الاتحادات بتقدر ان هي تنفذ يعني هذه المعسكرات بشكل كبير، بيبقى الاسباب كتيره اهمها بيكون العامل او العنصر المادي. عايزين نطمن من حضرتك على النقطه دي تحديدا، وهل احنا فعلا جاهزين ان احنا نعمل كاتحاد معسكرات كمان خارجيه علشان نضمن التمثيل الافضل لابطالنا باذن الله في اولمبياد باريس؟ بصي هو ماديا الموضوع طبعا ايه على قد ما الدعم بيجي لنا، يعني احنا طبعا كله بيتمنى يكون في دعم اكثر اكيد يعني، لكن صحيح. طبعا هو الحمد لله بتدعمنا، بس هي القصه ان احنا مش بتسمح لنا قوي ان احنا ممكن نسافر كل البطولات اكيد، لان احنا نفسنا نسافر كل بطولات العالم، وهي دي الاحتكاك الصح يعني ان احنا نسافر بطولات عالم. عندنا في قوس السهم بطولات العالم بتتعمل على مراحل، ففي اربع مراحل ما بقدرش اطلع الاربع مراحل، بيبقى صعب عليا يعني تبقى تكلفه كبيره جدا على الاتحاد، فبطلع اللي بقدر عليه وبطلع بطولات عربيه على قد ما بقدر. طبعا ابطال العرب وابطال افريقيا فالحمد لله مستوى دعم كويس، بس على قد برضه ما نقدر، في حاجات مش بنقدر خلاص عشان كده بعوضها بقى بنلعب بطولات محليه كتيره، كل شهر تقريبا عندي بطوله محليه
ومنها كانت اللي لسه منتهيه امبارح دي بطوله السهم الذهبي. لكن بره طلعت كاس عالم، طلعت برلين، كنت عايزه اطلع فرنسا ما قدرتش مثلا، طلعت بطولات عربيه كتيره، طلعت السعوديه، طلعت العراق، السودانيه، يعني طلعت اكثر من بطوله عربيه وافريقيه في تونس برضو، طلعت في المغرب وطلعت بره، لكن مش بالعدد اللي انا اقدر ان انا عاوزاه كاعداد، يعني اعداد كبير. ف ومش انا بس، مش كاتحادي انا بس، في اتحادات كتير جدا ما بتقدرش، لان طبعا الاسعار دلوقتي اختلفت، اسعار السداسة اختلفت جدا، الطيران، اسعار الاقامه هناك، اسعار حتى انا عندي في كل سهم المعدات، معدات يعني غليت جدا جدا، القسط وحده ما شاء الله يعني عدى سعره، عدى والادوات عدت، فهي قصه يعني بنعمل اللي نقدر عليه ان شاء الله باذن الله وربنا يوفقنا. الى جانب البطولات اللي فاتت واللي لعبتنا وابطالنا شاركوا فيها وتاهلوا بموجبها او من خلالها الى باريس 2024، هل البطولات المؤهلة انتهت على كده ولا لسه في المزيد من البطولات اللي ممكن يتأهل من خلالها المزيد من أبطالنا لباريس 2024؟ أنا عندي البطولة الأفريقية دي اللي هي دي اللي كان عندي في السبت فاتت وكأس العالم، يعني هاخد فيهم مركز بس ما قدرتش طبعا أجيب أول أو ثاني. الأفريقية إن شاء الله هي دي اللي أقدر أحقق فيها، يعني في مرحلة تانية بتاعت كأس العالم لو ما قدرتش في هذه البطولة ان شاء الله، بس هي دي الاعتمادي الاكبر، يعني هي دي اكثر حاجه، لان لسه في كمان قبل طبعا الاولمبيات انت عارفين لسه السنه الجايه ان شاء الله باذن الله في كمان مرحله اكبر، يعني من كاس العالم ممكن اقدر اعمل فيها، بس احنا بالنسبه لنا بنعتمد اكثر على البطولات الافريقيه، يعني احنا دايما متعودين، احنا دايما متاهل طبعا بطولات افريقيه دايما ان شاء الله كل عموما موفقين دايما ان شاء الله، واحنا يهمنا ان كل بطل وبطله من مصر مسافرين لدوره باريس 2024 يرجع محمل بكتير من الميداليات ان شاء الله. موفقين وبنشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر.